ورجعنا تاني جيمرز اند جنتلمان، ونستأنف المزيد من لعبة هورايزون فوربيدن ويست. معاكم احمد بهجت من قناة فرجني. وفي الفيديو اللي فات او الفيديوهات اللي فاتت انتهينا من المهام بتاعت معسكرات المتمردين زي ما انتم شايفين كده، كذبة شرقية والخلية وقبضة شيطان كلهم خلصناهم. لو انتم ما كنتوا شفتهمش ممكن ترجعوا تشوفوهم، كانت فيديوهات حماسية جدا ومليانة اكشن وكانت ظريفة بصراحة. وبالمناسبة برضو عايز اقول لكم معلومة، اللي حابب يلفل بسرعة في اللعبة يخش يركز على طول معسكرات المتمردين، هي صعبة شوية بس لما بتخلصها اول حاجة بتعلي لك ليفل بسرعة وبتديك نقاط مهارة كتير تعرف تستخدمها في شجرة المهارات. خلينا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. عندنا فضلنا طبعا قواعد المتمردين زي ما انت شايف كده، جنوب رجال الرمال الساكنة وشمال الرمال الساكنه و و و كلهم طبعا، كل دي لحد الليفل بتاعي مستوى ال 40، انا دلوقتي مستوى 39. نخلصهم بالدور مع بعض في سلسله الفيديوهات دي. ستي توند يا شباب، وتنسوش اللايكات العنيفه بتاعتكم، وتشتركوا لو مش مشتركين، واشكركم على دعمكم المتواصل وعلى لايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الحلوه، واستمروا فيها ان شاء الله، بتشجعوني ان انا استمر في محتوى. وهيا بنا نستأنف ونلعب. طيب دلوقتي احنا عندنا جنوب الرمال الساكنة، ممكن ناخد اول واحدة دي، شوف مكانها في خيطة فين. جنوب هنا، جنوب رجال الرمال الساكنة. طيب انا مش عارف ليه طلبة معايا اقولها رجال ساكنة مش رمال ساكنة. خلينا يا جماعة اشوفكم هناك على طول، وهي بقى نذهب الى هناك. لا ده على شمالي هنا، شكله جوه الجبل. اخبروني بوجودي واحدة لاجد القائد وانهي الامر. هيا انت جيتي على طول كده. دول حمام من بره اكيد صح؟ اطلقوا على الغريبة. كتير. طيب ماشي مش مشكلة، انا جيت عملت معاكم الواجب قبل كده كذا مرة يعني. على ذلك الحب تطلعي. ايه لوي ما تطلعي لوي، انت مستنيه انت مستنيه حد يضربك ولا ايه؟ ماشي واضح انا مستنيه حد يضربك. هما ليه مهنيين فيه؟ ايوه 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 خد. طب بتتفرج ليه كده؟ في فيل اكشن، فيل اكشن. نطلع نجرب تاني كده، هو ليه مش قادر تطلع؟ الناس دي ضد النار ولا ايه؟ اظبط اظبط. اضربهم مين ده؟ ده ترازينا يا كلب. خدي. هما ليه مش مديني اهتمام الناس دي يا جماعة؟ في ايه؟ هو ازاي بيضربني كده؟ خدي في رجليك. دي كمان. بقى غربة. خدي خدي خدي. هو مش المفروض نفجر؟ الله ما نفجرش ليه بس كده؟ اللعبة فيها حاجة غلط يا جماعة. الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليقترب الجميع. طيب ماشي فاضل دي. انزلي من عليه كده، تعالي انت كده. بس خلاص نلم بقى الحاجات اللي وقعت منهم ونكمل الذهاب الى المعسكر.
ولا كنت هو ده المهسكر؟ لأرى لو هناك شيء به قفل. مفتاح؟ هو أنا قتلت حد مهم ولا إيه؟ أنت تبعهم ولا تبعي؟ شجر متمرد، هو مش واخد باله مني أصلا. تعالى نتجاوزه. طيب مينفعش تتجاوزه؟ أنا آسف يا ابني والله، كنت عايز أوصل بيك خير وأخليك مع الأخيار، بس أنت ما عندكش الأوبشن ده. سأحتاج هذه لاحقا بالتأكيد. تعال شوف بقى المفتاح. يفتح البوكس. صندوق مغلق، جيد أن مفتاح المفتاح. إيه ده بس كده؟ دي قاعدة لطيفة أوي. كيوت قاعدة. طيب. ممكن تشوف القواعد التانية، بس نشوف نتأكد بس الأماكن كلها هنا، كل الحاجات يعني لمين كل حاجة. نروح نشوف القاعدة اللي بعديها. مهام اهي. قواعد متمردين شمال رمال الساكنة. دي فين ده مكانها بقى؟ طب يا جماعة اشوفكم بقى على طول هناك. ناخد ايه بقى؟ نشوف الناس اصلا ضعيفة ضد ايه؟ منجنيق. متمردون، سمعت عن وجودهم. لأتخلص منهم سأقضي على قائدهم. راكب روبوتات في المنطقة لأبتعد عن الأنظار. فين القائد بتاعهم؟ منجنيق، وأنا ممكن أوصل إزاي هناك؟ رافتشر. قائد اهو. طيب هو ده العالم عليه. طيب. طيب نقدر نوصل هناك ولا حاجة؟ تعال نجرب نطير كده. هذه المجانيق وقت استخدامها. شافوني؟ تعال نجرب نصطدم منجنيق كده. فعلا؟ اديني منجنيق. طيب انا عايز اضرب، عايز استعمل منجنيق. تعالي كده. ايوه مش هلحق. الله الله. قائد شكله. ايوه كده. المزيد من قلائد تيناك سأحتفظ بها الآن. على المتمردين هجوم مكان من قائدهم، لكن أستطيع التعامل معهم الآن. عملي تم في حالة. هما بيطلعوا منين؟ في ناس عمالة تضرب، أنا مش عارف منين. منجنيق بقى، تعالى بقى نمنجخ عليهم. ادوني فرصة استعمله. طيب. أيوه. بطيء أوي يا لؤي، بطيء جدا. ماشي، تعالى نجيب الأول ده. هي بتضربه اصلا ولا بتوشوش ولا بتعمل ايه؟ تعال. نديله النار خليه ينفجر. ايوه. قصفت احد اجزائه. تعال انت كده. بس خليه ينفجر هو كمان. ايوه عشان انا مستخبيها فوق اكيد. انت فين؟ تعال.
برضو انا مش عارف استعمله يا جماعه خالص. تعالى بقى انتوا كده. يا اخي سلام. اولا يا لوي ولا ايه؟ المتمردون لن يزعجوا احدا. انت اللي جابك هنا يا ابني؟ امشي من هنا، امشي من هنا، مش عايزينك. ده حته يعني روبوت ممل جدا يعني، اديني فرصه الم الحاجه دي ونقتله بالمره يا جماعه. انا سامع صوتكم بتقولوا نقتله. ده في حد جوه. وده السلم اللي كانوا بيطلعوا لي منه. اوكي. طب ده نجيبه منين؟ نتجاوزه ولا مين؟ ده ضعيف ضد ال، طب ده نفجره ده نخرجه صح؟ تعالى يا باشا. ايوه انت وحشني جدا والله، كنت فين؟ اللي انت عملتيه ده؟ خدني. طيب بادي كنت بطيئة شوية. ماشي. اي هو خلاص فضلوا تفه يا جدعان. كان مميز الرافتشر ده يا جماعه. طب انت عندك، انت كسرت بقى حاجه وفوت جوه، يبقى عندك حاجه برضه، حاجه مهمه يعني المفروض يعني. ليه مش هتقدر تخش؟ معقولة؟ مفيش أي باونتي يعني خلاص قتلته على الفاضي كده؟ طيب نروح بقى نستعمل الانتقال السريع نلم بس الغنيمة دي. طيب هنروح فين بعد كده؟ عندنا المهام نخش في القواعد غرب الرمال الساكنة، يعني جنوب وشمال وغرب. طيب فين مكانها؟ مش بعيد قوي يعني. خلاص يا جماعه اشوفكم بقى هناك على طول. اخبروني بوجود وحده هنا، اذا قضيت على قائدهم ربما يتراجع المتمردون. فين القائد بقى؟ خلاصه متمرده. ايه الشيء ده؟ عقاب. قائد فين؟ انا عايز القائد. غالبا القائد هو اللي بينجز الحوار ده يا جماعه. هو ده المفروض نوصل له بشكل ما بقى. في حد هنا؟ طيب وممكن عايز اخلص منه، ممكن اخلص من دي الاول. ايوه لف ورجعي. ايوه
ايوه محدش شفتني بقى تاني. ده القائد اهو يا جماعه، ده معاه سلاح شديد. هو راح جاي بس في الحته الصغيره دي. كل ما افعله ان انا اتسلل لهذا المكان. واضح دي اول واحده بسرعه كده. ممكن من هنا كده نجرب. لابد انه قائد القاعدة، لديه افضل العتاد. تفقدوا المكان. شافوني طبعا. اذا رايتم شيئا يجب الاستعداد لتولي ذلك الامر. هم مش شايفيني ولا ايه؟ لاحظ احد اخر واي شيء غير. بس خلاص شكرا. ترى هل يحمل هذا الشخص القائد التي اجدها؟ سيلحق هذا ضررا. طيب طيب تعال تعال يا جبانة. اللي بعده تراجعوا بقى، اهربوا بقى. اللي بعده مش هينفع تطلعي هنا يا لوي. طب سلاح. طيب ايوه السلاح اسمه جلب الموت، سحليه جنب سحليه مغريه جدا بس ماشي جنب سحليه. هدي نجحت. نجحت في ايه؟ المدربين لن يزعجوا احدا. بس خلاص خلصوا ولا ايه؟ ولسه في حد؟ هنفتش الراجل ده. قائدتي معك لأرى ما أفعله بها لاحقا. حلو، أنا خدت تروفي يا جماعة عشان كملت. تجارب الموت، أهل المتمردون فككوها لأجزاء. أوكي، أنا بسمع بس هي بتقول إيه. جاي تروفي عشان خلصت أربع قواعد متمردين، مش عارف ليه طبعا. هل مطلوب مني أخلص أربعة دول بس وخلاص؟ ولا أكمل الباقي؟ أنا على نفسي هكمل الباقي. بتسال مجرد بتسال بصوت عالي مش اكتر يعني. في حاجه ثانيه ما اتاخدتش عايزين ناخدها. منصه الحراس، في قاعده متبردين جديده. منصه الحراس دي موجوده عندنا في المهام يا جماعه. قاعده متبردين، منصه الحراس ليفل 40. لا دي اعلى مني دي. المفروض يعني ممكن احاول اجربها، متهيألي مش هتفرق كتير يعني. خلينا نحاول نخلصها الاول بما انها جنبي يعني. اعلم عليها ماشي. نحاول نشوف وضعنا هنعرف نعديها ولا لا. نشوفكم بقى على طول ايه يا شباب هناك. اوب 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 اوب. تعال نصلحه قبل ما يبوظ بس. اوكي وصلنا يا جماعه للمصيده. يعني هو هنا في عاملين منصه حراس قاعات متمردين بس فيها مصيده، في ناس بتتخانق مع بعض. مش المفروض اساعدهم ولا اعمل ايه؟ عثور على قاعد القاعده. تعال نعثر عليه في الهداوه كده. ماتش بالطعم. مين اللي بيضرب ده؟ مش فاهم.
مين القائد؟ انت القائد؟ اه اهو تعالى يا باشا، هو شكله هيتضرب. هو عند رقبه كده هو ده القائد صح؟ شكله مش بيموت. الروبوتات اللي هو في وسطها يعني انا شكلي بقى جيت في وقت مش مناسب يا جماعه. اه فاضل لك ايه؟ لازم حد يخلص على التاني. تقريبا في حد بيضرب عليا ولا متهيألي؟ ماشي انت فاضل لك ايه؟ نص اللايف بتاعه راح. الروبوتات دي بتعمل ايه بالظبط؟ انتوا مين يا جماعه؟ ضعيف ضد ماء التطهير. وانت كهربا. وانت ماء التطهير. هو بيعدل. وفي حد بيهدف عليا ولا ايه؟ انت جاي لنا ولا ايه؟ هو ده بيهدف عليا انا. خليك انت هنا مالكش دعوه باللي بيحصل. ماشي قرب يموت اهو يا جماعه. نقتل معاه نقتل معاه. تعالى بقى اخش اشترك معاهم. انت مش صدقتني يا ست. ماشي 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 ولا كلمة. رحت فين؟ تستأذني ولا يحسن حالك لنرى ان كان يحمل الحلائد ايضا. بس خلاص شكرا. اذا قائد القاعدة مات قشطة، بس سابولي روبوتات طبعا. اديني الحاجات دي. دول بيضربوا بعض اساسا تقريبا يعني. اه ده شافني بقى. انت ليه عدائي كده يا كابتن؟ دي بس ده الاول كده وده الاول كمان. نهرب بسرعه. ده ميه تطهير. عندي ميه تطهير معايا اهو. بس هو بيضربوا بعض تقريبا. انا عايز بس اروح عند الكابتن. هما لسه ما ماتوش يعني؟ هما اللايف بتاعهم اخباره ايه؟ القرد ده اذا تجاوزت به سأحرره وأكتبه مصدري إلهاء. انا هتجوز ازاي اصلا عندها جارح ده؟ طلع ده جرح ترى بيموت اصلا. ده متطلب للنار. حانت فرصتي. خد دي. ده كان بيموت بكهرباء باين صح؟
لا تطير، تعالى يا باشا. وراح فين يا ابن الذين؟ خد دي، ده مات خلاص. انت شايف بتموت بايه برضه؟ بالبتاع. تعال، حاضر، موتولك انا، موتولك انا. اذا تجاوزته ساحرره واستخدمه كمصدر الهاء. جنتل جنتل. تعال يا ابن الذين. شافي؟ انا مش شايف حاجه يا جماعه. وراح فين؟ تعالى بقى خد دي. ضربنا انا يا ابني، انا بساعدك. طب كهربا بقى. هما ليه كتير كده؟ في حد واقف قدامه ولا ايه؟ اي ده وقعوا البتاع بتاعي يا اخي. قوم يا ابني قوم. مات؟ طب برافو عليك يا ابني والله. ميشن غريبة والله، ميشن عجيبة. أنا جبتها فيه والله، المفروض بقى يجيبها أهو. يا ابن الذين، خد ميه تطهير في وشي، خد. هو عمل ايه؟ وراح فين؟ سريع جدا الراجل ده يا جماعه. بس خلاص شكرا. لسه فيه؟ والله واضح لسه فيه. انت عايش ولا ميت؟ انت كويس، عايز تتصلح انت صح اكيد. قرب يقع. نروح بقى ناخد بقى مقدم معسكر اللي احنا عايزين ناخده منه اصلا. هو ده قلائد غامضة سأحافظ عليها حاليا. على المتمردين هجر المكان دون قائدهم، لكن أستطيع التعامل معهم الآن. عملي تم في الحالتين. مين اللي بيضرب ده؟ في حد لسه عايش؟ اوكي. ده لسه في، انا قتلت القاب بتاعك او القاب بتاعكم مات، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ده كانوا سايبيني يا جماعه العب مع الروبوتات.
اطلعي اطلعي. مين اللي بيضرب؟ اي يا بنت اللذينة. اضربي 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 اضربي. لا ده انت بنت لذينة اوي. خدي بقى من فوق ومستخبية مش عارفة اوصل لها يعني. دروع. طب خدي دي. انا اللي هنام منك. مستخبية فين بنت ال حصل ده؟ وهي كانت بتحاول تضرب فيا. بس نطلع ده بسرعة. اطلع يا بنت. انت بنت لذينة. فعلا القاعدة دي أصعب شوية من قاعدة تانية، قاعدة أخرى يعني. اه في واحدة أهو. يجب ان استعد. طيب سددوا اليها مزيدا من الضربات. لا ابالي اذا كنتم ترون. انت بتراح عليها كده. واحد اثنين واحد اثنين. مين فاضل؟ تعالى يا باشا. يا اخيرا الراجل. بس خلاص شكرا. مين فاضل لسه؟ في حد لسه فاضل يا جماعة. في شيء اسطوري هنا. واو. فين بقى فين؟ في حد بيضرب. مين بقى؟ مين؟ ايه الشيء ده؟ مخزون انذاب مش عايز دلوقتي. اه في واحد هناك اهو بيضرب ال بيضرب البريس الباك بتاعي. يا ابن لذينة. تعال تعال يا كلب. طويل عنق آخر. وراح فين؟ الغائب التي أجدها علي إعادة. وقتلوا؟ ربما يستلمها أحد من البستان. لا تزالين تسمعين من أهروبي. لا مش هقتلك بسلاح. انا هخش اقتلك كده مانيوال. جماعة غريبة في واحدة جوه الشجرة جليتش تقريبا. صدقوا اللي هي جوه دي جوه الشجرة. خلاص المتمردين لم يزعجوا احدا. وناخد الحاجات ايوه بتاعتها. بس شكرا.